السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن ظاهرة الكساح في الدجاج والكتاكيت، الأسباب والعلاج بمنتهى التفصيل. مشكلة الكساح يا جماعة تعرفها بمنتهى البساطة، هي مشكلة في العظام. الطائر بيبقى مكسح مش قادر يمشي، عظمه تعبان، ممكن يحصل له بعض الكسور في رجله أو الالتواء في رجله، من الآخر كده حركته يعني كأنك بتجر حاجة، كأنك مثلا إيه شنطة او كرتونة وبتجرها، هو برضو بيتحرك بالشكل ده، بيبقى مكسح وجسمه لامس الارض وهو بيحاول يتحرك لكنه بيبقى مش قادر يتحرك. طيب المشكلة دي لها اسباب وليها علاج وليها طرق تعامل علشان تاخد ايه نتيجة ايجابية في المشكلة دي، لازم نتكلم عنها بالتفصيل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه محتاجين نتكلم عن الاسباب المرضيه، لان يعني في اسباب مرضيه واسباب غير مرضيه. طب ايه الامراض اللي ممكن تؤدي الى حدوث مشكله الكساح؟ اول مرض واشهر مرض هو الكوليستريديا، تمام، وده لازم تعالجه بالعلاج بتاعه زي الامسلين مثلا او الاموكسلين، تمام، تعالجه بالعلاج بتاعه. الكوكسيديا، وده ممكن تستخدم معاه كوكسيكيور عشان تعالجه. المايكوبلازما، ممكن تستخدم مضاد حيوي تنفسي واخر معوي علشان تعالج المايكوبلازما. حلو، ففي اسباب مرضيه كتيره ممكن ايه نتعامل معاها ونعالج كل مرض لوحده. ممكن يكون في سموم عاليه، تمام، ممكن يكون في سموم عاليه في جسم الطائر، ساعتها هتاخد مضاد سموم كلويه او كبديه، تمام. ممكن تستخدم الخل، بس يفضل في الامراض دي تستخدم ايه مضاد سموم يكون دواء مش طبيعي، تمام، عشان يلحق بسرعه يطرد السموم وتخلص مشكله الكساح. برضو نقص الفيتامينات والاملاح المعدنيه والبيكولين، كل ده بيؤدي الى حدوث الكساح. برضو انت محتاج تستخدم مجموعه فيتامينات وبيكولين بشكل مستمر حتى لو مفيش، لان هي مهمه جدا للطيور بتاعتنا. طيب ده بالنسبه للاسباب المرضيه، تعالى بعد كده اقول لك عن الاسباب ايه، الاسباب غير المرضيه. الاسباب غير المرضيه بتتعلق بنقص الغذاء في المقام الاول، ركز معايا عشان هم كذا سبب وكلهم مهمين. نقص الغذاء في المقام الاول، نقص الغذاء ده، الغذاء ده يا جماعه بمنتهى البساطه يعني حاجه من عند المربي. المربي هو اللي بيدور على الحاجة المفيدة للطائر، تمام؟ المربي يدور على حاجة مفيدة للطائر، دايما يدور على حاجة مفيدة للطائر، مش تقول لي يدور على أكلات وخلاص بكميات وخلاص، لا، يدور على أكل مفيد للطائر. لأن الموضوع بمنتهى البساطة لو أنت قدمت كميات كبيرة من الأكل ومش مفيدة وما فيهاش الفايدة اللي الطائر محتاج لها، كأنك ما قدمتش حاجة. فانت لازم تركز على ايه؟ تركز على نوعية الاكل قبل كمية الاكل. حلو؟ طيب ايه تاني مهم تركز عليه؟ مهم تركز على الشمس يا جماعة. الشمس من اهم مصادر الكالسيوم الاساسية طبعا والطبيعية والمجانية اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها لنا. طيب الشمس في الفصل اللي احنا فيه ده وفي الجو اللي احنا فيه ده صعبة، صعبة جدا، انت ما ينفعش تعيش الطيور فيها، لكن مهم جدا انك تخصص ربع ساعة او نص ساعة تكون في الشمس بتاعت اليومين دول، وتكون في شمس الصبح قبل الظهر على الساعة 11 كده، تمام؟ لازم يبقى في وقت الطيور تتفسح فيه والعشة بتاعتهم يتسلط عليها الشمس علشان خاطر ايه تطلع منها البكتيريا وتطلع منها الفيروسات، تطلع منها اي حاجة كده ايه يعني يعني المفروض ان انت تخلص منها بالنظافه برضو، لكن برضو الشمس بتساعدك بشكل كبير انك ايه تقتل الفيروسات وتقتل البكتيريا اللي ممكن تتراكم جوه العشه او في المكان اللي انت بتربي فيه الطيور. الشمس مهمه، لكن هي ربع ساعه نص ساعه بس تطلع الطيور في الشمس، بعد كده بترجعهم تاني، بترجعهم تاني للضله. ليه؟ لان هم مش هيتحملوا في الفصل ده ان هم يعني يعيشوا في شمس لمدة طويلة، لازم هي ربع ساعة نص ساعة ياخدوا الفايدة، ياخدوا الكالسيوم، جسمهم يتطهر، العشة بتاعتهم تتطهر، ويرجعوا تاني عادي جدا تحت سقف وفي مكان مظلل. لو ده اتعمل فبمنتهى البساطة انت ايه بتدي كالسيوم للطائر مجاني،
تمام؟ كالسيوم للطائر مجاني، انت ما دفعتش فيه اي حاجة. كذلك برضو مهم جدا ان احنا نعرف ان في علاجات تانية لموضوع الكالسيوم مجانية جدا. زي ايه؟ زي الجير المطفي او بودرة البلاط او الحجر الجيري، التلاتة دول واحد تمام، كلهم مصدر للكالسيوم، مصدر يعتبر مجاني. يعني انت لو جبت حجر جيري واحد بس سعره رخيص، هيفضل قاعد معاك فترة طويلة سنين للطيور بتاعتك اللي بتربيها على السطح. كل اللي عليك انك تكسر منه وتطحن ناعم للطيور وتخليه جنبهم على طول، على طول تخليه جنبهم، مش اللي هو تحطه مرة كل اسبوع، لا، على طول تخلي جنبهم مصدر الكالسيوم ده، خصوصا في الصيف اللي احنا فيه. لان في الصيف اللي احنا فيه انت ممكن اصلا تكسل تطلعهم في الشمس او تخاف عليهم من الشمس في اوقات الحر الشديد، ساعتها انت محتاج تديهم مصدر كالسيوم، سواء حجر جيري مطحون ناعم او بودر بلاط او جير مطفي. كل ده مصادر طبيعية جدا للكالسيوم، وانت مش هتصرف فيها فلوس تقريبا، حاجة كده اللي هو ايه، هتؤدي بكل بساطة الى علاج المشكلة ووقاية كمان ضد المشكلة، وقاية كمان ضد المشكلة. انما طبعا في ادوية كتيرة مليانة كالسيوم بتبقى لعلاج الكساح وعلاج ضعف عظم الطائر، زي ديكال البشري. ديكال بشري ده دواء ممكن تستخدمه برضو تعالج بيه المشكلة، وتعالج بيه المشكلة كمان بجرعات قليلة، لان كلنا عارفين ان الادوية البشرية لما بنقدمها للطيور بنقدمها بجرعات اقل، لان الطائر بياخد جرعة اقل بكتير، فده بيوفر معانا، ده بيوفر معانا وبيخلينا كمان نحس ان احنا ما دفعناش فلوس اصلا في الموضوع. اما الموضوع يعني بسيط، موضوع ما تعبناش وما دفعناش فيه فلوس. طيب باختصار كده عشان ناخد بالنا، ان احنا لازم نهتم بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين د 3 في العليقة علشان نعالج مشكلة الكساح. لازم نضيف الفيتامينات والاملاح للمية، وينصح طبعا به في اي عمر يعاني فيه الطائر من حالة الكساح، تمام. اما القطعان بقى اللي لا تستجيب لهذا العلاج، لازم ساعتها نسأل الطبيب البيطري، نقول له ان الطائر ده عنده كساح، تمام، الطيور دي عندها كساح والعلاج مش بيعمل معاها مفعول، لا فيتامينات ولا املاح معدنيه ولا كالسيوم ولا دال 3 ولا اي حاجه بتعمل معاها مفعول. ساعتها بقى نعرف منه العلاج الامثل، لان طبعا في حالات بتبقى صعبه ومستعصيه محتاجه تعامل خاص علشان نتخلص من مشكله الكساح. لكن انا وجهه نظري الكساح مشكله علاجها في وقايتها، لان هي مشكله صعبه جدا، وعلشان ترجع الطائر تاني سليم وبيبيض وما عندوش اي مشاكل هتاخد وقت ومجهود كبير. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.